رحبوا وياي بالفنانة سولا. اهلا وسهلا. شلونك؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك يا ورده، نورتينا في برنامجنا الليله ويا دعدوش، وما شاء الله ما شاء الله منو؟ ما شاء الله تألق وسامة ورشاقة وحيوية. شنو هذا التجديد؟ بس ليش قلت عمري؟ شنو؟ ليش فضحتني قلت 60؟ 60؟ هي 62 بس أنا مرة تشذب. أي ما أنا ضمتها على الناس، ما أريد أقول عمري. هسا أكو يعني مثل يقول العين بصيرة واليد قصيرة. هسا أنت قصيرة وردن طويلة، شلون؟ شنو معنى اسم سولاف؟ هو أكثر من معنى، بس هو أصلاً اسم أعجمي، بس كمعنى ايه؟ أول شيء هو مصيف من مصايف العراق. مصيف؟ موجود بالوقت. والله أنا بصراحة أنا مصايف ولا مصيف، لا لأن قضيه بالدوام. مصيف أعرف أنا مصيف سرسنج، مصيف شقلاوة، بصفة، مصيف سولاف. يعني سدا اروح ما تاخذين فلوس غير؟ لا ما اخذ سياحه ببلاش. بيف فندق سولاف، مطعم سولاف، معجون سولاف، شامبو سولاف، هوايه ما شاء الله. ماكو زين اقول لك يعني العاد ليش تبكين بالتلفزيون تطلعين الفنانين ما عندهم، الفنانين لازم ندعم الفنانين. لا هاي يعني بس انت عندك مصيف وعندك شامبو، ايش قصار الحساب؟ 500. نورتينا سولاف. حلوه لقلبك. سولاف شعر؟ لا اسم سولاف اكمل لك اياها المعنى. المعنى يا سو بالتركي مي، لاف بالانجليزي الحياه. سو لاف. سو لاف، سو مي، سو مي يعني سو مي الحياه. سو ما مقتنعاني وي. بس سو لاف. سو لاف. اي انا عندي صديق اسمه شين هاي. يعني شين هاي، كل ما اقول له شين هاي اقول له شلبي شين هاي، صباح الخير شين هاي، هو ما يفتهمني يدز لي بس اعجابات. سولاف كم واحد قدم لك؟ يعني الزواج مو العمل. هوايه وانت دائما ترفضين يعني؟ لا مو قضيه ترفض او فشي، بس لو اكون ما مقتنعه او يعني كل شخص له مواصفات خاصه. يعني مثلا واحد اجب جمالي اني الخشم طلعيه ما له شغله بعدين، بس مكره يصير هو. يعني شيء اسمر يعني تريد انت كصفات؟ اي طبعا يعني فارس احلامك يجي مثلا مشي على فرس بسياره اكيد لو جكساره. جكساره شنو هالجساره؟